الحمد لله. لله تعالى وحده الحمد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم اعلموا أن لمعرفة الحق فضائل جمة لا يسهان بها، وأما الجهل فله عواقب وخيمة أعاذنا الله منها. ففي كتاب الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن من الناس من يستنكف عن طلب العلم تهربا من تبعات السهر، لأن من طلب العلا سهر الليالي. ومن أجل هذا قال تعالى في بداية الآية التي ذكرناها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أذلك خير من الكافرين أو لا؟ ثم ختم الله تلك الآية بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب. هذه اللفتة الكريمة التي نبهنا الله إليها: إنما تأتي ملائمة لقول الناس: من يكتب الحسنات يحكي ما بدا. فيا عباد الله، إذا كنت تريد الجنة فاعلم أنه لا يوصل إليها إلا المعرفة الصحيحة بالطرق الموصلة إليها. ألا تعلم أن الله لم يسمي القرآن نورا عبسا، ولكن سماه نورا لكي
يهتدى به في ظلمات وهدى يخرج الله به الناس من الظلمات إلى نور الإيمان من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان فكان أسلافنا يسافرون لطلب العلم بسبب فضله على الجهالة فهل الكليم موسى عليه السلام رغم اختصاص الله به بما له من علم فهل هو قد مضى سنين عديدة عبثا للقاء عبد الله الخضر عليه السلام فالحقيقة ما ذكره الله تعالى في سورة يوسف وفوق كل ذي علم عليم فلا عجب أن أمر الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل ربي زدني علما فالمرء يتعلم من المهد إلى اللحد ويعبد الله حتى يموت وقد ذكر مصنف الفواكه الساقطة العلم أفضل مطلوب فطالبه ينال دينا ودنيا غير منحصر أيها الإخوة وأيتها الأخوات من سلك طريق طلب العلم يكون مصيره من الفرح والسرور ما ذكرناه وأما من سلك طريقا خاطئا وهو يظنه طريقا إلى الجنة بغير علم نافع وعمل صالح فإنما هو موكول إلى نفسه إذ للجنة صراط مستقيم ومن المعلوم أن المفسدين في مدن نيجيريا وفي غير نيجيريا المفسدون في الأرض من كل مكان إنما أعينهم في غطاء عن ذكر الله فصاروا لا يستطيعون سمع النصائح الإحسان لا يستمعون إلى نصائح الناس الأمين لهم فأذار أن يتشبه بمثل أولئك أحد منا بعد أن قال الله تبارك وتعالى في أولئك تحذيرا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد استمتعت بكلام نقله أحد الإخوة على وسيلة التواصل الاجتماعي المعروف بالواتساب خلاصة ما نقله أنه بينما المعرفة الصحيحة تعرف الإنسان مع الفقر قناعة ومع الثراء إمتاعا
الجهاله تورث المرأة مع الفقر نفعة الى اقتراف الجرائم وما تراي فسادا في الارض وما الحرية فوضى في الاخلاق وما القوة استبدادا للاخرين وما تدين سقيم ارهابا. فاسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اسألوه أن يعينكم على ذكره تعالى وشكره وحسن عبادته لكي تفلحوا يوم الحساب. وصلوا دائما وأبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا في الدارين وأن ينفعنا فيهما بما يعلمنا وأن يزيدنا إيمانا مع علمنا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.